انتساب البعض إلى قبيلة معينة ودخولهم مع القبيلة، هل يدخل في الانتساب إلى غير الأب؟ إيه نعم، الانتساب إلى غير القبيلة هي من مثل الانتساب إلى غير، لأنه انتساب إلى غير الجد، والجد أب، فإذا انتسبت إلى غير قبيلتك فقد انتسبت إلى غير جدك، وهذا لا يجوز. لكن في مسألة، وهي مسألة الحلف، مسألة الحلف، الحلفاء يدخلون على القبائل حلفاء أو الجوار يسمونهم الجيران ويأخذون اسم القبيلة، هذا لا بأس به، لكن يعرف إن فلان حليف لبني فلان أو إنه جار لبني فلان وليس منهم، لابد يعرف هذا ويبين. نعم.